20 دقيقة مرت من زمن وأحداث الشوط الأول مشاهدينا الكرام، بعد عودة الصورة إلينا من بداية اللقاء، و20 دقيقة والتعادل السلبي بدون أهداف بين الشباب السعودي والأهلي المصري. أدي النادي الأهلي، سيطرة للنادي الأهلي وضياع هدف أكيد من انفراد لباسم علي أنقذه حارس المرمى علي الحابسي. أدي الكرة في وسط الملعب، محاولات للشباب السعودي، كان طبعا كل الكلام كان كله نجوم الدوري السعودي هم طبعا اللي بيشاركوا في اللقاء النهارده مع نجمنا فؤاد انور اللي كانت معاه كوره وبترجع على طول للخلف لحارس مرمانا شريف اكرامي. عادي شريف اكرامي على يمين النادي الاهلي طبعا بالزي الاحمر. هقول لحضراتكم تشكيل الفريقين مره ثانيه، الاهلي بيمثله حراس المرمى على يمين شريف اكرامي، خط الظهري باليمين الشمال باسم علي، محمد عبد المنعم، محمد نجيب وصبري رحيل، وسط الملعب ميدو جابر، هشام محمد، اكرم توفيق، بكماني وكريم ميدلت، وامامهم وليد ازارو المغربي المحترف في صفوف النادي الاهلي. نجوم الشباب او الدوري السعودي بيمثلوا على شمالنا باللون الابيض علي الحابسي، خط الضارب اليمين الشمال حسن معاذ، سعيد كريري وعمر هوساوي وفيصل الخراع، ووسط الملعب محمد الشلهوب، ابراهيم غالب، احمد عطيف، فؤاد انور عريس النهارده، وتركي العمار، وفي المقدمة ياسر القحطاني اللي أضاع هدف في الشوط الأول اللي ما زلنا بنلعب فيه أحداثه حتى الآن. داخلين على الدقيقة 22 من زمن وأحداث الشوط الأول. عادي السلام على طول فؤاد أنور يرجع للخلف مرة ثانية، محاولات بداية الهجمة، إبراهيم غالب يدور لحد فاضي، الضغط عليه على طول وفؤاد أنور والتوزيعة ولكن أطول من اللازم، ورمي التماس لصالح النادي الأهلي. عادي تركي آل شيخ اللي هو وجه تركي آل شيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية رسالة لإدارة الأهلي وجماهيره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب آل شيخ اليوم للأحباب في إدارة النادي الأهلي وجماهيره العريقة، تأكدت إن ما جرى في خلال الأيام الماضية كانت نتيجة محاولة من طبعا استمرار أو تعطيل العلاقة الطيبة اللي هي طبعا أثمرت بين نجمنا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المحبوب وتركي آل شيخ، وتمنياتي للجميع ان شاء الله والمسانده طبعا الاشقاء للجماهير المصريه والنادي الاهلي بين تركي آل شيخ. على طول شريف اكرامي يلعب على طول لناحيه اليمين، بدايه الهجمه للنادي الاهلي، محاولات لمحمد نجيب يدور لحد فاضي وبيلعب جنبه محمد عبد المنعم لشريف اكرامي مره ثانيه، كمان لمباراه الاعتزال بتاخد طبعا مباراه الهدوء بين الفريقين، ولكن بعد ما يخرج فؤاد انور هتتحول الى مباراه هتبقى مثيره ممتعه ان شاء الله. ادي نجمنا كابتن محمود الخطيب في المقصوره الاماميه، وادي نجمنا فؤاد انور طلب طبعا بعد 23 دقيقه بالتمام والكمال ونهايه المشوار وتفكير عميق، ودي طلب على طول طبعا الراجل فؤاد انور ده من اكثر اللاعبين في المنتخب السعودي ونادي الشباب، وكان من اللاعبين الكبار اللي بيجيدوا لعب خط الوسط وكان صانع العاب وكان بيتميز بالتسديد القوي. وادي طبعا الاحباء والاشقاء وخروج فؤاد انور، وهيتحول اللقاء الى شكل ثاني خالص بعد طبعا خروج فؤاد انور نجم العريس النهارده في لقاء النهارده. ادي الاستلام على طول مره ثانيه، شوف سرعه المباراه هتزداد سرعه بقى وسخونه بين النادي الاهلي والنجوم في الشباب، وادي التسديد على المرمى ولكن بيطلع على طول دفاع النادي الاهلي. استلم على طول لناحيه الشمال لصبري رحيل، يسلم على طول في وسط الملعب لناحيه اليمين مره ثانيه باسم علي، الظهير الايمن على طول النادي الاهلي باسم، يلعب على طول لبكماني، ادي بكماني شوف سرعه اللقاء بقى وتغير الشكل تماما، وادي محاولات ولكن على طول الضغط من فيصل خراع ولكن ترجع مره ثانيه على طول لفريق الشباب. هنتكلم عليها هو نجوم السعوديه ولكن المسمى الشباب السعودي. استلام وضغط على طول على عمر هوساوي، ازارو بيضغط، محاولات لازارو ولكن ترجع مره ثانيه ورمي التماس. عادي نجمنا محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وترك آل شيخ وحوارات جميله، حوارات الاشقاء في كل شيء. وادي فؤاد انور نجم لقاء النهارده طبعا، وهو النجم المعتزل، نجم في الثمانينات وكان من اللاعبين المميزين جدا، وادي هنشوف مين اللي نازل بدلا من فؤاد انور. استلام على طول مره ثانيه لازارو، وادي الانطلاق على طول من ناحيه الشمال، محاولات، ادي الانطلاق مره ثانيه ولكن ادي على طول التدخل ب 36 سعيد كريري
نجم الاتحاد السعودي والهلال والشباب. محاولات لكريم نيدفيد في الكره اللي فاتت او اقرب توفيق. الضربه الركنيه على طول للنادي الاهلي. التعادل السلبي بدون اهداف. 25 دقيقه مضت. ودي علي الحبسي المحترف في الدوري الانجليزي. علي الحبسي عاد الاستلام على طول مره ثانيه والناحيه العكسيه، ولكن اطول من باكاماني. لعبها بعيده تماما، لعبها في جنوب افريقيا مش في ملعب الرياض. ادي فؤاد انور اللي ابتدى طبعا بيعشق الجماهير ووحشته الجماهير طبعا اللي كانت بتعشقه، وفرصه انه يقرب منها ويقرب من الشباب الصغير اللي هو ما يعرفش فؤاد انور، ولكن طبعا النجوم الكبار بيبقوا موجودين في الذاكره دائما وابدا. استلام على طول مره ثانيه ناحيه اليمين. محاولات لفريق الشباب السعودي مع نجومه السعوديين. وادي الاستلام على طول مع فيصل، يرجع للخلف مره ثانيه احمد عطيف، يلعب الاماميه الطويله. وادي محاولات على طول شريف اكرامي العرب. ادي شريف اكرامي. وادي ياسر القحطاني اللي احترف في دوله الامارات الشقيقه ايضا ولعب في نادي العين، اللاعب اللي انتقل له حسين الشحات نجم نادي المقصه. نتمنى له التوفيق ان شاء الله. نجوم كثيرين انتقلوا الى الدوري السعودي، ودي لاول مره بتحصل. خدوا بالكم الكم من النجوم الكره المصريه يتواجد في الملاعب السعوديه. ادي فاول رقم 36 سعود كريري. وده احمد ياسر ريان اعتقد رقم 9 ازارو هيخرج للحفاظ عليه طبعا، لان يوم الاحد زي ما قلت لحضراتكم هناك لقاء. هذا احمد ياسر لقاء الاتحاد السكندري. وليد ازارو خارج، واحمد ياسر رقم 39 هو اللي نازل. احمد ياسر مواليد 98 وكان من اللاعبين المميزين في لاعبي وناشئي النادي الاهلي، وكان هناك يعني اثنين مهاجمين مميزين جدا في المراحل السنيه، احمد ياسر ريان ومحمد عادل، وكانوا من النجوم القوية اللي هم بيتميزوا بالتهديف. عادل الاستلام على طول مره ثانيه، وادي الاماميه طويله ناحيه اليمين، ولكن ترجع على طول لحارس المرمى علي الحبسي، ويتدخل علي وبتوصل مره ثانيه على طول للنادي الاهلي. ضغط من النادي الاهلي لمحاوله اسعاد جماهيره بعد خروج فؤاد انور نجم اللقاء والمباراه اللي هي بتقام بين الاشقاء لاحياء طبعا وتكريم نجم الكره السعوديه ونجم الشباب فؤاد انور. عادي السلام على طول لاكرم توفيق المنتقل من انبي، وهنبقى نحكي ونتحاكى عن اللاعبين طبعا وصفقات النادي الاهلي. عادي على طول اكرم يغير اتجاه اللعب على طول الناحيه العكسيه، ولكن الاقرب فيصل. عادي السلام. وادي فؤاد انور وابتدى بقى القفشات والجلسات خارج خط التماس مع النجوم الكرة السعودية والذكريات. استلام على طول مرة ثانية ابراهيم غالب، يرجع للخلف على طول عمر هوساوي نجم نادي النصر. وادي الأمامية الطويلة وناحية اليمين. وادي محاولات الانطلاق على طول لحسن معاذ الظهير الأيمن وأفضل ظهير أيمن في المملكة العربية السعودية، ولكن أيضا بيقابل ظهير من الظهراء المميزين جدا في الدوري المصري صبري الرحيل. فاول. عادي الفاول. وادي التدخل من اكرم على رقم 12 في لقاء النهارده. حوار من طرف وفاول. وادي رقم 10 محمد الشلهوب يلعب العرضيه، ولكن ترجع على طول الشلهوب نجم الهلال السعودي الشلهوب ونجم المنتخب السعودي الشلهوب صاحب المهارة شلهوب. يدور لحد فاضي 37 سنة وعدى بمهارة شلهوب، ولكن يدور لحد فاضي يضغط أكرم وياخدها بمهارة أكرم واستخلاص، ويدور على مساحة فاضية ولكن مضغوط عليه بتيل لعيبة وبينجح على طول وبياخد رمي التماس. تعادل سلبي بدون أهداف حتى الدقيقة 30 من زمن وأحداث الشوط الأول. عادي شلهوب وعدت بمهارة. وادي شلهوب يستعرض مهاراته ولكن بيرد عليه على طول أكرم. استلام على طول لباسم علي. باسم الظهير الايمن ولكن مقطوعه من فيصل. ترجع مره ثانيه على طول ابراهيم غالب رقم 14 يسلم على طول مره ثانيه لناحيه اليمين لباكاماني المحترف في صفوف النادي الاهلي من جنوب افريقيا. باكاماني بيتميز بالسرعه. يسلم على طول مره ثانيه. محاولات للنادي الاهلي ولكن رمي التماس. حتى الان التعادل السلبي بدون اهداف. ميدو جابر بيضغط. يرجع لسعود كريري
سعود كريري نجم الاتحاد والهلال والشباب، بيلعب جنب عمر هساوي نجم نادي النصر السعودي. عاد الاستلام على طول مره ثانيه للنادي الاهلي، تغيير اتجاه اللعب على طول ناحيه الشمال لصبري رحيل. عادي صبري يلعب العرضيه ولكن بيطلع على طول الدفاع السعودي، ترجع مره ثانيه لاكرم توفيق. اكرم للخلف مره ثانيه محمد عبد المنعم. عادي الشباب السعودي والاهلي المصري، والتعادل السلبي بدون اهداف، وادي التشجيع المثالي في المدرجات اللي هو طبعا بيستمتعوا بهذا اللقاء الجميل وسط الاشقاء السعوديين. بلدهم الثاني المصريين في السعوديه. تاريخ من الذكريات. وادي الاستلام على طول لاكرم لباكماني ناحيه اليمين. باكماني يحاول يعدي يلعب العرضيه، وادي العرضيه ولكن بيطلع على طول حسن معاذ ضامن للداخل. حسن الظهير الايمن للشباب السعودي يلعب الكره الاماميه الطويله. الشلهوب المتحرك في كل مكان، صاحب مهاره دائما وابدا الشلهوب، وكان ليه صولات وجولات مع الشباب السعودي. وايضا ادي تدخل قوي من اكرم توفيق. ترجع للخلف على طول علي الحبسي. علي يلعب بينيه، استلام على طول ناحيه الشمال، محاولات ابراهيم غالب يدور على حد فاضي ولكن ضغط ورمي تماس. ناجح النادي الاهلي في السيطره على بطيئه وسط الملعب، ومحاولات للشباب السعودي المتمثل طبعا في منتخب نجوم الدوري السعودي. سعود كريري يلعب الاماميه الطويله والعمق الدفاعي للاعبي النادي الاهلي، ترجع لشريف اكرامي. شريف هتبقى في منافسه بين شريف والشناوي وعلي لطفي منضم حديثا، وبعد انتقال احمد عادل عبد المنعم للمقاصر نتمنى له التوفيق. استلام على طول لصبري رحيل الظهير الايسر للنادي الاهلي، لاحمد ياسر، لصبري رحيل مره ثانيه، لاقرب يدور لحد فاضي يلعب على طول للخلف لباسم علي الظهير الايمن. باسم لاقرب مره ثانيه يلعب على طول ناحيه اليمين لباكماني. ميدفيد يرجع للخلف مره ثانيه، محمد نجيب، محمد يلعب على طول ولكن مقطوعه، ترجع مره ثانيه للشباب السعودي في وسط الملعب. استلام مره ثانيه لاحمد عطيف يلعب بينيه اماميه وانفراد، ولكن برافو شريف اكرامي في توقيت مناسب، وادي هداف الدوري السعودي على مر التاريخ. خدوا بالكم من الهدافين الكبار زي ماجد عبد الله، ادي ياسر القحطاني الخطير، ولكن هناك ماجد عبد الله قصه وحكايه ايام الزمن الجميل اللي كان مع الكابتن محمود الخطيب بقى نفس الزمن. ادي الكابتن حسام البدري والكابتن سيد عبد الحفيظ، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في لقاء النهارده وايضا اللقاء القادم. ومتصدر النادي الاهلي ب 51 نقطه الدوري العام، والجميع بيقول ان هو حسم تماما الدوري، ولكن النادي الاهلي بيلعب لاخر مباراه. علي الحبسي الحارس القطري المحترف في انجلترا، وبتوصل على طول لباكماني، صاروخ ارض جو على طول لباكماني. ادي الرقصات الافريقيه، وادي على طول الرقصه الجنوب افريقيه على طول لباكماني، يحرز هدف وكان هيبقى فيه هدف تاني، ولكن باكماني يقول انا رجعت من تاني 19 سنه باكماني. وادي الفرحه المصريه في الملاعب السعوديه بتتحلى في يوم جميل وتفكير عميق لاحمد ايوب نجم دفاع النادي الاهلي. وادي على طول الخطا الدفاعي ل 14 ابراهيم غالي بيكلفه خطا، ولكن اللي بيلعب عليه على طول باكماني على طول اول اهداف اللقاء. يتقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء في الدقيقه 34 من زمن احداث الشوط الاول. ادي باكماني وتسديده صاروخيه لا تصد ولا ترد على يمين علي الحبسي احد الحراس المميزين، ولكن راحت بعيد جدا. واول اهداف اللقاء بباكماني الخطير، شوفوا الكره رايحه ازاي، صعبه جدا على علي الحبسي ولا غير علي الحبسي انه يقدر يعمل لها اي حاجه. وتقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء حتى الان. وادي الرأس الافريقيه لباكماني، وادي اكرم توفيق، وادي باكماني يصول ويقول وهيلعب العرضيه ولسه فيها كلام، ولكن على طول ضربه المرمى لصالح الشباب السعودي. ليله مصريه سعوديه لتكريم نجم المنتخب السعودي ونجم الشباب السعودي فؤاد انور. علي الحبسي ضربه المرمى يلعب على طول مره ثانيه ناحيه الشمال لابراهيم غالب، يرجع للخلف على طول عمر هساوي. تقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء على الشباب السعودي، ترجع مره ثانيه على طول
تمرير واتقان للنادي الاهلي ليفرح جماهيره، الجماهير العاشقه للنادي الاهلي. احمد ياسر يلحق، احمد عدى مهاره من ناحيه اليمين، يلعب العرضيه ولكن مقطوعه على طول لسعيد كريري، يطلع على طول رامي التماس. تقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء حتى الدقيقه 36 من زمن احداث الشوط الاول. اكرم توفيق استلام مره ثانيه صبري رحيل، مره ثانيه النادي الاهلي بيحاول يصل للمرمى لاضافه هدف ثاني عن طريق ميدو جابر. ادي ميدو جابر، ميدو يحاول يعدي من حسن معاذ ولكن مقطوعه على طول، وادي الاماميه الطويله. استلام على طول ياسر القحطاني، ياسر يحاول يعدي بمهاره ياسر ولكن محمد نجيب يقطع بمهاره محمد، يسلم على طول لشريف اكرامي يغير اتجاه اللعب على طول لباسم علي، باسم لشريف اكرامي مره ثانيه. ليله مصريه على اراضي سعوديه اشقاء لتلاحم الشعبين. وادي امامنا محمد عبد المنعم احد ناشئي النادي الاهلي اللي بيلعب النهارده جنب محمد نجيب. كان لعب مباراه وديه امام نادي البلاستيك في ملعب استاد التيتش مع مجموعه من الشباب كان بيدفع بيهم الكابتن حسام البدري لمشاهده شباب النادي الاهلي وناشئين النادي الاهلي اللي استعان بيهم في المباريات، لان في ضغط في المباريات، لان هيبقى في افريقيا وهيبقى في دوري. وادي نجمنا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، نتمنى له التوفيق في فتره قصيره جدا. ابتدت تتحقق البرامج اللي وضعها الكابتن محمود الخطيب وقائمته ونجوم مجلس الاداره، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في المركب اللي هي ان شاء الله هتصل لبر الامان وهتصل لدائما وابدا. هو النادي الاهلي صاحب البطولات الكبيره بيحكوا ويتحاكى عنها التاريخ. ادي السلام على طول مره ثانيه للنادي الاهلي، وادي المحاولات وادي الاختراق وادي محاولات النادي الاهلي لاضافه هدف ثاني. باكماني صاحب الهدف ولكن التمريره ومقطوعه من ابراهيم غالب. باكماني ناحيه اليمين يدور على حد فاضي، باكماني يرجع للخلف على طول مره ثانيه لباسم علي وسط الملعب لاكرم توفيق. اكرم يسلم على طول في وسط الملعب لهشام محمد لاكرم. سيطره للنادي الاهلي حتى الدقيقه 38 من زمن احداث الشوط الاول، وتقدم باكماني بهدف للا شيء. عادي السلام على طول مره ثانيه، احمد ياسر يرجع للخلف، فؤاد انور بيتلقى طبعا من نجمنا الاعلامي كابتن احمد شوبير ونجوم الكره السعوديه. عادي السلام على طول مره ثانيه، وادي المحاولات ولكن ترجع لفريق الشباب السعودي لعلي الحبسي حارس المرمى النهارده. علي يلعب الكره الاماميه الناحيه العكسيه ولكن اطول من اللازم ورمي التماس. دائما وابدا هذه المقصوره الاماميه. وادي الكابتن محمود الخطيب وتركي ال شيخ رئيس هيئه الرياضه السعوديه. تقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء، حوارات جانبيه طبعا موجوده بيبقى فيها حاجات كتير لصالح الكره المصريه ولصالح النادي الاهلي ولصالح الكره السعوديه. وهو النهارده لقاء الاشقاء اللي كان سنين طويله يمكن غايبه شويه، ولكن النهارده النادي الاهلي بيبقى فيه تلاحم في كل شيء. ادي محمد نور نجم الكره السعوديه وايضا فؤاد انور، هما نجوم الزمن الجميل للكره السعوديه. ادي سلام لباكماني صاحب الفرحه المصريه حتى الان والاهلاويه. يرجع مره ثانيه على طول هشام محمد، هشام لاكرم توفيق مره ثانيه، استلام لاكرم توفيق مره ثانيه، سيطره للنادي الاهلي حتى على منطقه وسط الملعب لكريم نيدفيد لميدو جابر، يرجع للخلف على طول لمحمد نجيب. محمد يدور على حد فاضي يرجع لشريف اكرامي، شريف يلعب الاماميه الطويله ناحيه اليمين، باسم محاولات للنادي الاهلي، كريم نيدفيد يلعب على طول ناحيه الشمال. هذه محاولات على طول لميدو جابر ولكن تدخل في توقيت مناسب
لسعود كاريري. عمر يساوي سعود كاريري. وادي امامنا فؤاد انور ومحمد نور. وادي على طول الاستلام لصبري رحيل والعرضيه الناحيه العكسيه، ولكن بيطلع على طول ابراهيم غالب. يطلع على طول رقم 14 ابراهيم غالب، يطلع على طول ضربه ركنيه. النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم بيتصدر الدوري المصري برصيد 51 نقطه. عادي السلام على طول مره ثانيه هشام محمد. عادي باكماني يرجع للخلف على طول مره ثانيه كريم مدريد. هشام اطول من اللازم وضربه مرمى لصالح الشباب السعودي. دخلنا على الدقيقه 40 وداخلين على الدقيقه 41 من زمن واحداث الشوط الاول بين فريقي الاهلي والشباب السعودي. ياسر القحطاني وتقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء لباكماني. علي الحابسي. علي محترف في الدوري الانجليزي. علي وادي الاماميه الطويله وترجع مره ثانيه على طول في وسط الملعب. ضغط ومحاولات ومحاوله الشباب السعودي للسيطره على بطيئه الملعب. حسن معاذ الظهير الايمن من افضل الظهراء في المملكه العربيه السعوديه. ترجع مره ثانيه على طول لسعيد كاريري. وسط الملعب على طول احمد عطيف. استلام على طول لعمر هوساوي. قلب الدفاع لنادي النصر والنهارده بيلعب مع الشباب. مرة ثانية النادي الأهلي. كريم ندفد يحاول يعدي، عدى بمهارة. يدور لحد فاضي يرجع على طول لأكرم توفيق. على شماله لصبري رحيل. لصبري. صبري يستلم مرة ثانية. صبري رحيل يرجع للخلف على طول. لندفد. لأكرم توفيق. لمحمد عبد المنعم. باسم علي. سيطرة أهلاوية حمراء في ليلة الأشقاء في الملاعب السعودية. مرة ثانية محاولات. أكرم باللمسة واحدة حلوة. لاعبو النادي الأهلي بيلعبوا بارتاحية تماما. وادي الأمامية الطويلة في العمق وأحمد ياسر يلعب على طول على الشمال ولكن يفضل التسديد، ولكن ترجع مرة ثانية يلحقها على طول مدافعه الشباب السعودي واتصل مرة ثانية على طول في وسط الملعب. تركي العمار يدور على حد فاضي. محاولات للشباب السعودي. أمامية طويلة على طول لحسن معاذ. حسن مرة ثانية الضغط والمحاولات وفي فاول. أدي أمامنا رقم 14 إبراهيم غالب. فاول لصالح أكرم توفيق. والتقدم للنادي الأهلي بهدف للأشياء عن طريق باكماني. أكرم لصبر رحيل. ترجع مرة ثانية للنادي الاهلي مره ثانيه. هشام محمد. هشام لباكماني ولكن مقطوعه من باكماني. 43 دقيقه من زمن واحداث الشوط الاول بين الاهلي والشباب السعودي. ادي ضغط من باكماني على رقم 11 احمد عطيف نجم نادي الشباب. ترجع للخلف على طول عمر هوساوي لسعود كاريري لعلي الحابسي. سيطره اهلاويه حتى الآن. كل المباريات طبعا اللي بيقام فيها الاعتزال بتبقى يعني فيها نسبة جدية بتعدي 50% وخاصة بعد خروج محمد أو فؤاد أنور عريس النهاردة والمباراة المقامة على شرف طبعا فؤاد أنور أحد النجوم السعوديين وأحد لاعبي خط الوسط اللي بيحكي ويتحاكى عنها الزمان في كأس العالم واحد اللاعبين اللي سجلوا في كأس العالم. هذه الاستلام على طول مرة ثانية. محاولات للشباب السعودي. ضغط ومحاولات ولكن مقطوعة لصبري رحيل. صبري ترجع للخلف مرة ثانية. لصبري لمحمد نجيب. يلعب الأمامية الطويلة محمد. لسعود كاريري بيقطع في وسط الملعب. داخلين على الدقيقة 45 من زمن أحداث الشوط الأول وتقدم النادي الأهلي بهدف لا شيء عن طريق باكماني الجنوب افريقي المحترف في صفوف النادي الاهلي. على اماميه طويله على طول. محاولات ورمي التماس. ادي 13 حسن معاذ. وادي فؤاد انور نجم لقاء النهارده. واخيرا اخيرا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان مع صفاره حكم اللقاء منهيا احداث الشوط الاول من هذا اللقاء بتقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء عن طريق باكماني. استراحه قصيره
ولنا عودة مرة أخرى لبداية أحداث الشوط الثاني، والميكروفون ينتقل إلى استوديو قناة النادي الأهلي، كابتن محمد فاروق، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن عادل، تمنياتي ليهم بالتوفيق إن شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن، مرة أخرى مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، عودة لبداية وأحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، لقاء الأشقاء بين فريقي النادي الأهلي وأيضا الشباب السعودي. انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي بهدف لا شيء، أحرزه بقماني الجنوب أفريقي المحترف في صفوف النادي الأهلي. الشوط الثاني هيحمل بقى تغييرات كتير، أنت عارفين مباراة الاعتزال بيبقى فيها تبديلات كتير، هنجتهد مع بعض إن شاء الله لخروج هذا اللقاء بالصورة المثالية الجميلة إن شاء الله. في هناك أيضا ناصر الشبراني نزل، والجوعي نزل، وعبد العزيز البيشي نزل، وأيضا بن بطوئية نزل، بطوي نزل أيضا للشباب السعودي. تمنياتي كده إن احنا نتفرج بلقاء مثير وممتع إن شاء الله في الشوط الثاني. أدي الاستلام على طول مرة ثانية، هقول لحضراتكم تشكيل النادي الأهلي وهنبقى مع بعض كده نكتشف اذا كان في تبديلات للنادي الاهلي ولا كابتن حسام البدري لسه ما عملش تبديلات. الشوط الاولاني كان في تبديل اللي هو وحيد وليد ازارو خرج ونزل احمد ريان. النادي الاهلي بيمثله حراس المرمى شريف اكرامي، خط الضارب اليمين للشمال باسم علي، واثنين قلبي الدفاع محمد عبد المنعم اللي معاه كوره، ومحمد نجيب وصبري رحيل الظهير الايسر، وباسم علي هو الظهير الايمن اللي معاه كوره. وسط الملعب ميدو جابر، عادي بكماني ايضا اللي بيلعب ناحيه اليمين، وفي قلبي خط الوسط اكرم توفيق وهشام محمد وكريم نيدفيد، وامامهم احمد ريان. عادي الاستلام على طول مره ثانيه، ترك الخضير حكم لقاء النهارده من افضل الحكام السعوديين في المملكه العربيه السعوديه. ادي كريم نيدفيد، ولكن العرضيه وضربه راس جميله على طول اتعملت حلو احمد ريان، ولكن بجوار القائم الايسر، واخطر الكرات العرضيه من ميدو جابر وبيقابلها احمد ريان. واشوف حضراتكم ميدو جابر عملها حلوه حلوه، واحمد ريان بضربه راس جميله ولكن بجوار القائم الايسر. هذه على طول محاولات الدفع باحمد ريان طبعا الحكم على مستواه، وهو احد ناشئي النادي الاهلي 98، مواليد 98. هذه الاماميه الطويله على طول مره ثانيه، رقم 28 من ادي حارس المرمى ايضا، استبدل علي الحبسي العماني نجم المنتخب العماني اللي محترف في صفوف طبعا في الدوري الانجليزي. علي الحبسي خرج ونزل بدلا منه، هقول لحضراتكم مين اللي نزل. ضغط ومحاولات وصبر الرحيل ولكن رمي التماس. شفنا طبعا الشوط الاولاني، وادي ترك الشيخ، نتمنى له التوفيق ان شاء الله في مسيرته مع الكرة المصرية أو مع النادي الأهلي طبعا في التوأمة الجميلة والعضوية الفخرية اللي هو طبعا ابتدى يدعم فيها النادي الأهلي طبعا، وذكريات الزمن الجميل بين الأشقاء. نتمنى إن شاء الله وهتفضل وأبدا إن شاء الله بين الأشقاء المصريين وأيضا السعوديين. هذا استلام على طول أحمد ريان، يلعب مرة ثانية في نص الملعب، محاولات لهشام محمد لناحية الشمال، وصبر رحيل مشوار، ضغط ومحاولات لصبري ولكن اطول من اللازم، يلحقها على طول، والمهاره السعوديه بتحكي وتتحاكى على ارض سعوديه، معاها ايضا المهاره المصريه في استاد الامير فيصل. ضغط ومحاولات وفيها فاول، استلام على طول مره ثانيه في نص الملعب، نزل طبعا الجوعي وعبد العزيز البيشي وبين بوطوي وايضا ناصر الشمراني، هم دول البدلاء اللي نزلوا في الشوط الثاني مع الشباب السعودي. السلام على طول مرة تانية، محاولات للشباب في وسط الملعب، محمد الشلهوب مرة تانية محاولات، خرج طبعا عريس النهاردة فؤاد أنور نجم الشباب السعودي والمنتخب السعودي في ذكريات بقى الثمانينات والتسعينات وكأس العالم، بيتحدث عن المنتخب السعودي وخاصة لما كان فيه فؤاد أنور. ادي السلام على طول لبكماني، يلعب على طول ناحية اليمين، والعرضية فين؟ والعرضية أرضية ولكن بيطلع على طول دفاع الشباب السعودي. الشوط الثاني هيبقى أكثر إثارة ومتعة من الشوط الأولاني، لأن كان بيشارك فيه عريس النهاردة طبعا زي ما قلت لحضراتكم فؤاد أنور اللي خرج بعد 24 دقيقة، وشارك بدلا منه جمال باجندوح الجزائري. الناحية العكسية، أدي الاستلام مرة ثانية، محاولات الاختراق للشباب ولكن
لسه في كلام. الشلهوب بلمسة سحرية جميلة، ولكن يراها باسم، وبرافو باسم، وبيطلعها على طول، وتدخل في توقيت لسه الخبرة طبعا محمد عبد المنعم. وادي على طول الانطلاقة، وادي الكرة العرضية الأرضية الجميلة من أكرم توفيق، ولكن بيطلعها على طول دفاع الشباب. محاولات مستمرة والعرضية شبابية، ولكن ترجع مرة تانية على طول ضغط من الشباب لمحاولة التعادل. باكماني بيتقدم للنادي الأهلي، ادي الاستلام على طول مرة تانية، وادي العرضية، ولكن ضربة ركنية. أعتقد خرج شريف إكرامي، هنشوف لما تقرب الصورة لينا. أعطى فعلا شريف خارج، ونزل علي لطفي المنضم حديثا للنادي الأهلي من نادي إيبي، نتمنى له التوفيق إن شاء الله. علي لطفي الأمامية الطويلة على طول لباكماني، يستلم باكماني، عايز مساحات واسعة، هيلعب لمين؟ وادي الانطلاقة مرة تانية، باكماني والتسديدة حلوة حلوة، فيها فكر، ولكن التنفيذ أعلى من المرمى وضربة مرمى، كان ممكن يضمن الهدم أكتر من كده. وادي شوف الكرة على طول باكماني ويحطها فوق العارضة، وضربة مرمى لصالح الشباب. 51 دقيقة مضت من زمن وأحداث الشوط الثاني والمباراة. ترجع للخلف على طول مرة تانية. محاولات للشباب، وبيقابلها رغبة وطموح في الحفاظ على الفوز للنادي الأهلي. التقدم لباكماني بهدف للا شيء، استلام على طول مرة تانية. هساوي لناحية اليمين لحسن معاذ لوسط الملعب لجمال، يغير اتجاه اللعب على طول الناحية العكسية، حلوة. وادي الانطلاقة مرة تانية، وادي المحاولات الشبابية، ضغط ومحاولات وبينية جميلة على حدود منطقة الجزاء وأعلى من المرمى، وضربة مرمى لصالح النادي الأهلي. ادي رقم 7 لأمامنا. هناك الجوعي وعبد العزيز البيشي وناصر الشمراني، هما دول الأربعة اللي نزلوا. وخرج طبعا ياسر القحطاني، وأيضا أحمد عطيف. ادي تبديل، باسم علي بيخرج، ونزول لإسلام محارب من النادي الأهلي. يبقى خروج لباسم الظهير الأيمن، وإسلام محارب بينزل. السلام على طول للشباب، هو ده التبديل الثاني أو الثالث للنادي الأهلي بعد ما خرج طبعا شريف إكرامي، ونزول علي لطفي لحراسة المرمى، وخروج أيضا وليد أزارو، ونزول أحمد ريان. خرج باسم علي ونزل إسلام محارب. عادل الاستلام على طول مرة تانية لعمر هساوي، يلعب على طول على يمينه لسعود كريري. ترجع مرة تانية على طول لجمال، يلعب بينية أمامية. أدي باسم علي وإسلام محارب، خروج باسم ونزول لإسلام محارب رقم 5 ورقم 26 باسم علي الظهير الأيمن. عادي الأمامية الطويلة على طول مرة تانية في وسط الملعب على طول للشباب. ترجع لهساوي لحارس المرمى. كل دي اجتهادات، ولكن حتى الآن وصل لنا طبعا الأسماء الأولانية، ولكن الأسماء التانية لسه ما وصلتناش في التبديلات اللي حصلت. ولكن نزل ناصر الشمراني وبن بطوي والجوعي وعبد العزيز البيشي، هم دول الأربعة اللي نزلوا الشوط التاني. بينية على طول لفريق الشباب. السلام مرة تانية. ناصر الشمراني 34 سنة، مهاجم دولي، لعب للهلال والشباب والعين والوحدة السعودي. ناحية الشمال لصبر رحيل، يلعب العرضية أرضية، وادي الاستلام على طول مرة تانية، والتسديدة بدون عنوان وبتطلع على طول. ادي أمامنا هشام، هشام محمد أحد ناشئي النادي الأهلي، خرج من النادي الأهلي وثم عاد مرة تانية لبيته. هشام محمد أحد اللاعبين المميزين في خط الوسط، وبيلعب جنبه أكرم توفيق، وبيلعب أيضا ميدو جابر وباكماني، وأمامهم كريم نيدفيد. دلوقتي بقى بعد نزول إسلام محارب أيضا أحمد ريان. أحمد وسط الملعب لإسلام، لأحمد مرة تانية، لإسلام محارب، يلعب على طول ناحية الشمال، محاولات وانطلاقة من ناحية الشمال، ولكن يلحق على طول سعود كريري وبيحرصها بالخبرة، 37 سنة سعود.
ادي اسلام محارب، وادي 32 و17 هينزل، 32 باكماني هو اللي خارج، وادي باكماني الهدف الجميل وهو هدف التقدم حتى الان. احمد حمودي هو اللي نازل، يبقى هينزل احمد حمودي رقم 17 احمد، وخروج لباكماني. احمد حمودي هياخد الجنب اليمين، وادي باكماني خرج واحمد حمودي هو اللي نزل، هو التبديل الرابع للنادي الاهلي. تمنياتي للجميع بالتوفيق ان شاء الله في هذا العرس القروي المقام على استاد الامير فهد بن او الامير فيصل بن فهد بالملاذ. هذا الاستلام على طول مره ثانيه ناحيه اليمين، محاولات وصبر الرحيل بيحاول يقطع، والبينيه الجميله والانطلاقه من ناحيه اليمين والتسديده في منتهى الخطوره، ولكن ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. ادي توغل سريع، وادي 15 والتسديده بجوار القائم الايسر، وبيضيع هدف اكيد لفريق الشباب عن طريق ناصر. علي لطفي الأمامية الطويلة على طول في وسط الملعب، ضغط ومحاولات، وادي الاستلام أحمد، أحمد حمودي، حمودي يلعب على طول لإسلام محارب، إسلام لناحية الشمال، وادي العرضية الخطيرة، ولكن بيطلع على طول سعود كريري بالخبرة متمركز جيد. سعود أقرب، بينية جميلة لهشام، هشام محمد، هشام يلعب على طول لناحية اليمين، وادي الانطلاقة من ناحية اليمين، كريم ندفد هيلعب العرضية ولكن مقطوعة. هذه الاستلام على طول للشباب، هيلعب على طول على شماله لترك، ومحاولات، وهذه الانطلاقة على طول للشباب، هذه محاولات الانطلاقة مرة ثانية ومحاولات الشباب وابراهيم، ولكن الضغط على طول. برافو اكرم، اكرم توفيق يقطع كورته ويستلم اكرم ويسلم على طول لاحمد حمودي. احمد في تبديل قادم، هقول لحضراتكم يعني البدلاء للنادي الاهلي، علي لطفي اللي نزل ورمضان مصطفى واسلام محارب اللي نزل، ايضا هناك ايمن اشرف ومحمد شريف واحمد حمودي نزل، ومحمد هاني ومحمد فخري واحمد ريان اللي نزل. ادي تسلل واضح تماما، ومساعد الحكم وقعت الرايه، وقت ما كان بيرفعها وقعت الرايه. 4-33 هو اللي نازل، وهشام محمد هو اللي خارج، لاعب خط الوسط هشام، و33 محمد فخري احد ناشئي النادي الاهلي، نتمنى له التوفيق ان شاء الله. محمد فخري، محمد، كل دول من ناشئين النادي الاهلي زمان كده، كان ايام هيدوكوتي وكالوتشاي، وكان قطاع النادي الاهلي بنجوم يمكن اكتر من لاعيبه الفريق الاول، وفي لعيبه طبعا من العدد ومن تخمة العدد المميزين انظلموا ولكن انتقلوا للأندية الأخرى، زي مثال كده كان في النادي المصري كابتن جمال الجندي رحمه الله، كان من الونجات الرايت الصراع المميزين، أيضا جمال جودة، كابتن عادل عبد المنعم رحمه الله، أيضا والد أحمد عادل عبد المنعم، وكابتن مصطفى أبو الدهب، كل دول نجوم انتقلوا للنادي المصري. أيضا هناك نجوم انتقلوا لنادي الزمالك زي كابتن زكريا ناصف ونجوم اخرين. ادي الاستلام على طول مره ثانيه، وادي المحاولات، والكابتن جمال عبد الحميد، كل دول نجوم النادي الاهلي وانتقلوا الى انديه، وايضا حتى الان النادي الاهلي بيضخ في لاعبين وفي اعارات. سمعنا طبعا في اعارات للدوري السعودي، وشفنا طبعا دلوقتي اصبح في الدوري السعودي يمكن اكثر من 10 لاعبين مصريين بيلعبوا في الدوري السعودي، وهيبقى في صالح جمعه، وهيبقى طبعا لعيبه مميزين جدا. حسام غالي عاد لبيته للنادي الاهلي، نتمنى له التوفيق ان شاء الله. هناك شيكابالا ايضا، عصام الحضري، كل دول بيلعبوا في الدوري السعودي ونجوم الدوري السعودي. استلام على طول مره ثانيه، وفي الدوري الاماراتي ايضا حسين الشحات اللي انتقل الى نادي العين. مره ثانيه محاولات، ضغط ومحاولات للنادي الاهلي، وبترجع على طول لحارس المرمى. مرة ثانية محاولات، بينية، شوفوا بالجماهير اللي حاضرة في لقاء النهاردة، وشوفوا الفرحة المصرية اللي هي مع الأشقاء
وشوفوا فرحة جميلة من ريحة مصر طبعا. العاملين في دولة أو في المملكة العربية السعودية بلدهم الثاني. ضغط ومحاولات ورمي تماس لصالح، ادي كريم نيدفيد اللي خد الجنب اليمين بدلا من باسم علي، اصبح بيلعب هو كظهير ايمن بعد خروج باسم علي ونزول اسلام محارب. اصبح كريم نيدفيد، وادي فؤاد انور عريس النهارده واحد النجوم السعوديين، وادي الانتقال مره ثانيه، وادي محاولات على طول اختراق ولكن تدخل في توقيت مناسب، وده ضربه ركنيه لصالح الشباب. ضربه ركنيه بن عاطوي، وادي التدخل من كريم نيدفيد كظهير ايمن بتلعب في النادي الاهلي، ممكن تلاقي نفسك. ادي علي لطفي المنضم حديثا لحراسه النادي الاهلي، وادي العرضيه ولكن بيطلع على طول دفاع النادي الاهلي، استلعب على طول مره ثانيه، محاولات وضغط على طول ابراهيم غالب، اماميه طويله لناحيه اليمين لاحمد حمودي، احمد حمودي، محمد فخري، وادي البينيه الجميله وباللمسه السحريه وانفراد وفي منتهى الخطوره ولكن بتضيع الهجمه. اخطر الكرات لاحمد ريان، لو ركز على الكوره وركز على الزاويه القريبه كان ممكن يبقى فيها هدف ثاني، ولكن احمد ريان بيرفض الهديه ويتوغل في دفاع الملاعب السعوديه، ولكن ما زال التقدم للنادي الاهلي بهدف لا شيء حتى الان. 61 دقيقه مضت من زمن واحداث الشوط الاول، وتقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء. الشباب السعودي كلنا نعلم طبعا كابتن عادل عبد الرحمن احد محللينا الكبار في قناه النادي الاهلي كان ماسك في موسم كامل الشباب السعودي وشارك في بطوله اسيا، نتمنى له التوفيق ان شاء الله، وعمل يعني جولات يتحدث عنها الجمهور السعودي او الجمهور الشبابي من نجاح لنجاح ان شاء الله. جمال باجندوح اللي نزل الشوط الاولاني، ضغط ومحاولات، ادي شوف الاستلام، وده احمد ريان وانفراد تام وعايز يحطها ولكن بتخبط في قدم حارس المرمى وبتطلع على طول وضربه او يلحقها المدافع. 28 الجوعي، صبري رحيل، اكرم توفيق لناحيه الشمال على طول هيلعب الكره العرضيه الارضيه، ولكن على طول التمركز الدفاعي الجيد لسعود كاريري يلعبها ورامي تماس. حكم اللقاء النهارده ترك الخدير في لقاء النهارده. ادي الاستلام على طول مره ثانيه، الهجمه للنادي الاهلي والعرضيه، ولكن كالمعتاد بالخبره سعود كاريري يقطع كورته ويسلم على طول لحسن معاذ. ادي الاستلام مره ثانيه صبري رحيل ناحيه الشمال الظهير الايسر، هيلعب العرضيه صبري عدى بمهارة، هيلعب العرضية مرة تانية، العرضية أرضية كالمعتاد لثالث مرة. سعود كاريري بيقطع كورته بمنتهى السهولة بالخبرة الدولية، يقطع سعود كاريري الهجمة، استلام ومهارة، محاولات لأحمد حمودي، ترجع مرة تانية على طول لفيصل يدور على حد فاضي هيلعب لمين، كريم نيدفيد بيضغط، محاولات للشباب السعودي والتدخل على طول لأكرم توفيق، برافو أكرم، يسلم ويستلم على طول لصبري رحيل لناحيه الشمال لمحمد فخري اللي خد الجنب الشمال، محمد يحاول يعدي محمد وفاول من حكم اللقاء ترك الخضير. هناك تبديل، وادي ترك الشيخ، هادي عدى بمهاره رقم 27، وادي المحاولات واحمد حمودي، فاول للنادي الاهلي وهيخرج ميدو جابر وهينزل 15 محمد شريف. محمد وخروج ميدو جابر، يبقى بعد محمد فخري في محمد شريف وميدو جابر، وتقدم النادي الاهلي وابتسامه من ميدو جابر عن المشاركه في هذا اللقاء الدولي الودي، يعني بنعتبره من المباريات اللي هي بين الأشقاء وبين النادي الأهلي بيمثل مصر طبعا وبين الشباب السعودي ونجوم الكرة السعودية. لو اتكلمنا عن تاريخ الكرة السعودية يعني حدث ولا حرج، وشاركوا مشاركات كتيرة مع كأس العالم، وأفضل المشاركات
كانت في عهد طبعا فؤاد انور ونجوم الكره السعوديه، فؤاد انور ويوسف السنيان ويوسف جازع وصالح النعيمه وصلاح المولد ومروان بصاص، كل دول نجوم كثيرين في الكره السعوديه وقدموا مستويات جميله جدا، وكان اصبح الدوري السعودي من الدوريات اللي على فكره من اقوى الدوريات العربيه. ادي سعود كريري نجم اتحاد جده والهلال والشباب 37 سنه ما شاء الله. محمد الشلهوب ترجع مره ثانيه للخلف، حوار موجود في ارضيه الملعب. الاهلي شارك في عام 95 في بطوله النخبه العربيه، وشارك ايضا في بطوله العربيه للنخبه، و96 في دوري ابطال العرب شارك الاهلي ولعب ضد الهلال السعودي وفاز الاهلي 2-1، وايضا انهزم في عام 99 امام الشباب السعودي 3-2 بركلات الترجيح. عادل السلام على طول مره ثانيه للشباب، ولكن مقطوعه من كريم نيدفيد. كريم يسلم على طول في وسط الملعب. محمد فخري، احمد حمودي، احمد وكريم نيدفيد طالع على يمينه هيلعبها له، وادي على طول الهجمه للنادي الاهلي ويلعب العرضيه، العرضيه مره ثانيه، واحمد ريان بيفرض الايديه وبيضيع هدف ثاني للنادي الاهلي وتالق غير عادي لحارس مرمى الشباب السعودي. بعد كان الشوط الاولاني بيلعب على الحبسي ضغط ومحاولات ولكن رمي التماس. ادي بنشوفه في العاده كريم نيدفيد، وادي بيحطها على طول احمد ريان مره باليمين ومره بضربه راس، ولكن كريم نيدفيد ولسه ما خرجتش الكوره، وادي اتعملت حلوه حلوه ولكن بيرفض الايديه احمد ريان. السلام على طول مره ثانيه للشباب. حوار موجود في ارضيه الملعب، اعتقد ان الحارس وليد عبد الله حارس نادي النصر. هو اللي بيشارك النهارده وليد. ترجع للخلف على طول مره ثانيه للشباب لوليد عبد الله. ادي شوفوا بقى الجماهير المصريه اللي بتنادي على نجوم النادي الاهلي وبتاخد صور تذكاريه مع ميدو جابر، محمد عبد المنعم، محمد نجيب، كريم نيدفيد لعلي لطفي. علي لطفي الحارس القادم من انبي، وانتقال احمد عادل عبد المنعم للمقاصه بنتمنى له التوفيق ان شاء الله. محمد الشناوي، شريف اكرامي، علي لطفي، هما ثلاثي حراس مرمى النادي الاهلي. وحدث ولا حرج بقى، لو اتكلمنا كده عن ذكريات السبعينات والثمانينات هنقول جيل كان فيه ثلاث حراس مرمى او خمس حراس مرمى، يعني حدث ولا حرج عن مستواهم وكلهم لعبوا دولي. كابتن اكرامي، كابتن ثابت البطل رحمه الله، كابتن احمد شوبير، كابتن عادل عبد المنعم رحمه الله، كابتن احمد ناجي، وهناك بقى خط الدفاع كابتن احمد عباي وكابتن حسن حمدي، كابتن مصطفى يونس، كابتن ماهر همام، كابتن فتحي مبروك، كابتن مدحت رمضان. وادي انطلاقه الهجمه ولكن ترجع مره ثانيه على طول لوليد. عادل الكابتن فتحي مبروك، كابتن مدحت رمضان، كابتن حمدي جمعه شفاء الله، كابتن ربيع ياسين، كابتن حازم خالد، وكابتن حسام البدري. وفي وسط الملعب بقى حدث ولا حرج، كابتن محسن صالح، كابتن صفا عبد الحليم شفاء الله، كابتن خالد جد الله، كابتن مجدي امام، كابتن مختار مختار، كابتن محمد عامر، وكابتن محمود الخطيب بقى في الناحيه الهجوميه بقى حدث ولا حرج عن النجوم وهجوم النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب، كابتن مصطفى عبده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن جلال عبد الحميد قبل انتقاله للزمالك، كابتن زكريا ناصف، ونجوم كثيرين، يعني مش عايزين ننسى حد. ولكن هناك تبديل قادم اخر حارس مرمى للمنتخب او نجوم الدوري السعودي، خروج وليد عبد الله. نتمنى بقى يكتبوا لنا اسم حارس المرمى اللي نازل. مشاركات ومشاركه طبعا في يوم فؤاد انور، كابتن احمد ايوب. عادل السلام على طول مره ثانيه، ضغط ومحاولات للشباب في وسط الملعب ولكن ملعوبه لحسن ناحيه اليمين، محاولات وصبر الرحيل بيضغط. ترجع مره ثانيه على طول لسعود كريري. سعود كريري من الشباب المفروض النهارده
يعني بيشارك، هناك ناصر الشمراني وجمال بالعمري الجزائري وحسن معاذ ومحمد بن ياطو الجزائري وايضا سعود كريري وفاروق مصطفى واحمد عطيف وفؤاد انور، هو طبعا النجم المعتزل. والهلال السعودي ايضا بيشارك باسامه هساوي وياسر الشهراني ومحمد البريك وعمر خريبين وسلمان الفرج وياسر القحطاني وعبد الله الزوري ومحمد الشلهوب، والنصر ايضا بيشارك معاه. نشوف الهجمه الاول وادي الاتراك الهجمه التسديده ولكن اعلى من المرمى، هذه اعلى من المرمى على طول وخطير جدا ناصر الشمراني. ايضا النصر عمر هساوي، وشوف الفرحه المصريه في المدرجات السعوديه. ايضا النصر عمر هساوي ومحمد السهلاوي وابراهيم غالب هما طبعا دول، وهناك ايضا نادي النصر في الحارس وليد عبد الله اللي بقول لحضراتكم، والاتحاد هذه ايضا هناك في محمود كهربا ومحمد نور واحمد العكاشي وعساف الجرني الحارس، اعتقد هو عساف الجرني حارس مرمى الاتحاد ممكن يكون اللي نازل، عساف الجرني. ايضا الاهلي السعودي بيشارك منه تيسير الجاسم منصور الحربي وياسر المسيلم ومعتز هوساوي، التعاون عبد المجيد الصوات وعصام الحضري ولكن مش موجود مش شايفينه. ايضا الرائد في اسماعيل بنجوره الغيني، والفريق الباطن هو في عبد الله الجوعي والاتفاق محمد الكويكبي. هذه الاماميه الطويله على طول من عساف الجرني. اماميه ولكن مقطوعه. للخلف للشباب السعودي. هي مباراة ودية طبعا. ومباراة كده بنحكي ونتحاكى عن فؤاد أنور. يعني هو يوم فؤاد اللي حاصل على كأس العالم للناشئين وأفضل لاعب عربي عام 94 وأختير ضمن 22 لاعب شارك في مونديال 94 وأحرز هدف جميل في كأس العالم. وأيضا سعيد العويران زميله طبعا أحرز هدف جميل بمجهود فردي من وسط الملعب، وشارك أيضا في كأس العالم 94 فؤاد أنور. مشاركات المملكة العربية السعودية في آسيا طبعا الأمور بتختلف عن أفريقيا رغم طبعا. وعلى فكرة لو اتكلمنا عن أستراليا اللي كانت بتلعب في دول أخرى وبعد انضمامها للبطولة الآسيوية أصبح المنتخب الأسترالي يعني ضيف مستمر في كأس العالم، أحد لاعبي الأهلي وقع في أرضية الملعب، أعتقد أنه هو أكرم توفيق، في صدام بين أكرم ولكن هيقوم سليم إن شاء الله. الجوعي وادي الفرحة المصرية اللي بيرسمها فريق النادي الأهلي للجماهير المصرية الحاضرة في لقاء النهارده في استاد الأمير فيصل بن فهد. هذا شوفوا جميع العائلات يعني اللي عمره شهر شوفوا حضراتكم موجود وهيصوروه وهيقولوا له في يوم من الايام الاهلي شارك في يعني تكريم فؤاد انور وشارك في نفس الاستاد استاد الامير فيصل بن فهد وانت عندك او في عمرك شهر ممكن في يوم من الايام يبقى من نجوم الكره. ادي الاستلام على طول مره ثانيه للنادي الاهلي، محاولات وتقدم النادي الاهلي بهدف للا شيء حتى الان، حتى الدقيقه 35 في الدقيقه 35 كان الهدف الاولاني للنادي الاهلي عن طريق كمان اللي خرج، وما زال النادي الاهلي متقدم بهدف للا شيء. مره ثانيه محاولات محمد شريف ترجع للخلف على طول ولكن بينيه ومقطوعه لفريق الشباب. زي ما قلت لحضراتكم بدلاء النادي الاهلي علي لطفي نزل، رمضان مصطفى رقم 40، اسلام محارب نزل رقم 5. نشوف الهجمة الأول وادي الانطلاقة مرة تانية وفيها فاول. إسلام محارب نزل أيضا، أكرم توفيق بيتكلم مع حكم اللقاء، أيمن أشرف رقم 12، محمد شريف 15 اللي نزل، أحمد حمودي 17 نزل، محمد هاني 30 لسه. أدي فؤاد أنور وهيغير أحد اللاعبين. أدي الشلهوب نجم الكرة السعودية 37 سنة نجم الهلال السعودي، هل هو اللي هيغير ولكن هيلعب الكرة الأول. علي لطفي والتراكب، أول مشاركة لعلي لطفي مع النادي الأهلي، نتمنى له التوفيق إن شاء الله في القلعة الحمراء.
محمد الشلهوب، محمد يلعبها حلوه وبرافو برافو علي لطفي. اخطر الكرات اللي بيتميز بيها محمد الشلهوب، وشوفوا كره اتعملت حلوه حلوه، ولكن معاها علي لطفي بتوفيق ودرايه، واول اختبار حقيقي بينجح فيه علي لطفي لاطمئنان الجماهير القلعه الحمراء على حراسه النادي الاهلي. ادي بنشوف رقم 6 بتاعت فؤاد انور بيديها لاحد اللاعبين يعني في فريق الشباب، هو ده طبعا المتعارف عليه النجم المعتزل، بيختار اللاعب اللي بيلعب مكانه وبيدفع فيه بارضيه الملعب. كلنا نتذكر الكابتن محمود الخطيب في يوم اعتزاله ادى رقم 10 للكابتن وليد صلاح الدين، وادي خارج محمد الشلهوب زي ما قلت لحضراتكم، نجم خارج وبيسلم على نجم ايضا المعتزل فؤاد انور وبيتمنى له التوفيق. وادي رقم 6 اللي نزل، طبعا 6 دي بتاعت فؤاد انور، ولكن احنا مش عارفين الراجل اللي نزل، نتمنى طبعا كان مخرج المباراه المفروض اللي هو طبعا في المملكه العربيه السعوديه يدينا الاسماء على طول اللي حاضره على شاشه اللقاء، ولكن نتمنى له التوفيق ان شاء الله. فؤاد انور تقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء حتى الان. عادي الاستلام على طول مره ثانيه، 75 دقيقه بالتمام والكمال من عمر هذا اللقاء، اللقاء الاخوي للاشقاء ولقاء النادي الاهلي وتلبيه الدعوه، رغم ان النادي الاهلي عنده مباراه الاتحاد السكندري يوم الاحد القادم في برج العرب ان شاء الله. عادي الاماميه الطويله على طول محمد نجيب، يقطع محمد يلعب على طول ناحيه اليمين الشمال، ضغط ومحاولات ولكن يقطع على طول صبري رحيل. عادي صبري استلعب على طول مره ثانيه لحسن معاذ، يرجع للخلف على طول مره ثانيه، محاولات وبينيه لفريق الشباب السعودي حتى الان، وتقدم النادي الاهلي بهدف للا شيء. مرة تانية الشباب. النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم متصدر الدوري العام المصري برصيد 51 نقطة. وفي المركز الثاني الاسماعيلي برصيد 42 نقطة بعد فوز الاهلي على الاسماعيلي في مباراتهم الماضية، وتبقى للاهلي على فكرة من الدور الاولاني مباراة مؤجلة مع المقاولين العرب. مرة تانية محاولات. اما الشباب السعودي ادي 20174 مشاهد بيشاهدوا اللقاء النهارده في استاد الامير فيصل بن فهد. الشباب السعودي بيتصدر المركز السادس برصيد 25 نقطة، ويتصدر الدوري السعودي الهلال السعودي برصيد 39 نقطة. وفي المركز الثاني الاهلي السعودي 37 نقطة اللي كان بيلعب له محمد عبد الشافي، ايضا الفيصلي عنده 30 نقطة. أمامية طويلة ولكن في فاول، ضربة حرة مباشرة وفي تبديل قادم رقم 9 ورقم 27. خروج للبيشي. ونزول لرقم 27. من الشباب او من نجوم الدوري السعودي اللي بيشارك في لقاء النهارده. ترجع للخلف على طول لعساف الجارني. ادي خطا خطير يعني مش ممكن، الراجل بيضغط وضغط على طول ولكن في فاول، فاول على احمد ريان. ادي خطا الحراس موجود في كل الدوريات، وده احمد ريان بيضغط، وادي شوفوا الراجل بقى بيحاول ولكن خطا يعني رهيب. مفيش حارس مرمى، هو طبعا الراجل بيحاول ان هو يعمل حاجه في مباراه النهارده. وذكرى لفؤاد انور، لكن فؤاد انور قال له يا عم ما ينفعش الكلام دوت، ده كده الكلام ما ينفعش، وانا كده في المباراه بتاعتي ما ينفعش انك تعمل الكلام ده. ادي الفرحه والابتسامه والجميع طبعا في سعاده كبيره جدا بمشاركه النادي الاهلي في هذا اللقاء، لقاء الاشقاء، لقاء الشباب السعودي ونجوم الكره السعوديه في مباراه النهارده. احمد حمودي يتوغل، احمد حمودي يدور على حد فاضي يلعب لمين، احمد يستلم على طول لاحمد. مره ثانيه محاولات للنادي الاهلي لاضافه هدف ثاني لصبري الرحيل ناحيه الشمال. ادي صبري يستلم صبري، وبترجع مره ثانيه لاكرم توفيق. مره ثانيه محاولات للخلف من صبري، ترجع على طول في وسط الملعب صالح جمعه، حسين السيد، عمرو بركات،
ادي 37 من النادي الاهلي محمد عبد المنعم، ناشئ من ناشئي النادي الاهلي. ثلاث اسماء اللي انا قلتهم هينتقلوا الى الدوري السعودي في اعاره للفيصلي، اعتقد صالح جمعه، نتمنى له التوفيق ان شاء الله والعوده مره ثانيه للنادي الاهلي. محاولات حتى الان في ليله مصريه بيمثلها النادي الاهلي، وفي حضور نجمنا ونجمنا المحبوب رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب. ادي الاستلام على طول لاحمد حمودي، وادي الهجمه في منتهى الخطوره وخبره عساف يقطع كورته مره ثانيه وبتصل على طول للنادي الاهلي، واخطر الهجمات لاحمد حمودي بمجهود فردي. مره ثانيه محاولات محمد شريف، للنادي الاهلي وفاول. ادي احمد حمودي وادي عساف الجارني. احمد حمودي مقطوعه في السكه وتوصل مره ثانيه للشباب لتركي، اطول من اللازم ورمي التماس. هذه المشاركات في المدرجات والفرحه المصريه، شوف الاطفال والاسر اللي حضرت في لقاء النهارده. كره القدم بتجمع الشعوب وبتجمع الانديه وبتجمع اللاعبين وبتجمع الجماهير ايضا، وكتير جدا اصبحت يعني كره القدم دلوقتي صناعه واستثمار سواء على مستوى العالم. وشوفوا بقى حدث ولا حرج، شوف الارقام اللي بتدفع بره وشوف الارقام اللي بتدفع جوه حتى في المحلي، اصبحت الامور اللعيبه ارقامها وصلت لملايين. ادي شوفوا الفرحه المصريه والاسر المصريه في لقاء النهارده. استلام على طول مره ثانيه للجوعي، يغير اتجاه اللعب على طول مره ثانيه لعبد العزيز البيشي، يحاول يعدي يلعبها على طول بينيه، وادي الاستلام على طول للشباب، وادي الانطلاقه في العمق ولكن بتوصل مره ثانيه لعلي لطفي. علي لطفي 82 دقيقه من زمن واحداث الشوط الثاني والمباراه، وتقدم النادي الاهلي بهدف للا شيء عن طريق بكماني. فؤاد انور النجم المعتزل في لقاء النهارده. رامي تماس، وليد عبد الله حارس المرمى، استلام على طول مره ثانيه، ترجع في وسط الملعب مره ثانيه. محاولات الشباب، كل دي محاولات للشباب ان هو يحاول ان هو يتعادل في لقاء النهارده. وادي المحاولات ولكن تدخل في توقيت مناسب وضربه ركنيه. 37 بيتدخل محمد عبد المنعم، برافو محمد، والضربه الركنيه لصالح الشباب. اصبح وليد عبد الله هو حارس مرمى الشباب وهو حارس مرمى النصر على فكره. استلام على طول مره ثانيه لأكرم توفيق، واستخلاص جميل لأحمد حمودي. أحمد يلعب الأمامية الطويلة ومفيش تسلل وادي انفراد، ممكن الهدف الثاني للنادي الأهلي لو لعب جماعية هيبقى فيها، ولكن شوف الفردية بقى، شوف الفردية، الراجل على شماله كان ممكن يضمن هدف وتألق غير عادي لوليد عبد الله حارس مرمى الشباب النهارده والحارس المخضرم للنادي النصر، ينقذ مرماه من هدف ثاني للنادي الأهلي. أكرم توفيق وقع في أرضية الملعب ومصاب بشد عضلي، نتمنى له طبعا يعني قلة المشاركات شوية. أكرم توفيق، وادي وليد عبد الله يتألق الحارس السعودي وليد عبد الله، وادي الكرة اللي اتعملت ما فيهاش تسلل ومساعد الحكم بيقول ما فيهاش، وادي اتنين لاعبين بمنتهى السهولة يقدر يعملها على طول على شماله والراجل يسددها في المرمى ولكن فيها طمع شوية. محمد فخري، أعتقد إنه محمد فخري ضيع هدف تاني للنادي الأهلي لكن رقم 15 وتألق غير عادي لوليد عبد الله. 15 محمد شريف بيضيع هدف اكيد تاني للنادي الاهلي، كان يقدر يستفيد منها اكتر من احسن من كده بكتير لو لعب بصوره جماعيه، ولكن ضاع هدف تاني للنادي الاهلي. داخلين على دقيقه 85 من زمن واحداث الشوط الثاني والمباراه، وتألق النادي الاهلي في مباراه الاعتزال للدولي فؤاد انور، وشوف الفرحه المصريه بتحكي وتتحاكى
على ملاعب السعوديه. ودي باسم علي وبكماني صاحب الفرحه المصريه النهارده، واعظم نادي في الكون هو النادي الاهلي في كل مكان بيشرف الكره المصريه. السلام على طول ناحيه اليمين ورامي تماس للنادي الاهلي، يلعب على طول صبري رحيل، صبري يستلم على طول مره ثانيه ناحيه اليمين الشمال، هيلعب لمين؟ صبري رحيل ترجع مره ثانيه على طول احمد ريان، احمد يحاول يسدد احمد، وادي الانطلاقه مره ثانيه النادي الاهلي، ممكن اضافه هدف ثاني، وادي التسديده مش ممكن، ادي مش ممكن، احمد حمودي بيرفض الهديه، ولو لعب في صوره جماعيه كان ممكن يبقى فيها هدف ثاني للنادي الاهلي. شوفوا بقى ثلاث لاعبين لو اتلعبت بالعرض لتاني مره بيطمع لاعبي النادي الاهلي في كل لاعب عايز يجيب هدف في مباراه النهارده، ولكن على طول وليد عبد الله حظه كويس في مباراه النهارده، انقذ مرماه من هدف اكيد، ولكن بيعود على طول احمد حمودي وبيرفض الهديه الجميله والانفراد وبيضيع هدف اكيد على النادي الاهلي، كان ممكن يبقى فيها هدف ثاني. 86 دقيقه بالتمام والكمال وتقدم النادي الاهلي لهدف بكماني، ادي الضغط والمحاولات ولكن وصول الكره محمد عبد المنعم، والفاول ورمية التماس للنادي الاهلي، محمد شريف، احمد حمودي، احمد ولكن ترجع مره ثانيه للشباب السعودي لتركي العماري، وسط الملعب على طول لجمال، بينيه للشباب، ضغط على طول لاكرم توفيق ولكن رمي التماس. لكن مجمل اللقاء بين الاشقاء، وادي الكابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، ومجهود كبير في الدوري وفي المشوار الافريقي للنادي الاهلي ان شاء الله يكلل بالنجاح في عهد مجلس الاداره الجديد بقياده نجمنا المحبوب الكابتن محمود الخطيب. رامي التماس في استراتيجيه كده وفي برنامج كل شويه بنشوف جديد، وشفنا الاعلان عن استاد الاهلي الجديد، نتمنى كده نشوف ان شاء الله يعني مفخره للوطن العربي ان شاء الله. ضغط ومحاولات، ترجع مره ثانيه على طول في وسط الملعب للشباب لناحيه الشمال، يستلم على طول مره ثانيه، عطيف يغير اتجاه اللعب على طول في وسط الملعب لابراهيم، يحاول يعدي، وادي المحاولات على طول للشباب ولكن مقطوع على اكرم توفيق، على شماله لصبري رحيل، صبري في وسط الملعب على طول للنادي الاهلي، احمد حموده فاضي، وادي احمد حمودي مره ثانيه، وادي الاستلام على طول لاحمد، احمد حمودي يرجع للخلف على طول مره ثانيه، اسلام محارب لاسلام مره ثانيه، محاولات للنادي الاهلي ولاعبته للحفاظ على الكوره لصبري رحيل، صبري هيلعب الكره العرضيه ولكن الاستلام على طول لصبري، ترجع للخلف على طول مره ثانيه لاسلام محارب، اسلام الشوط الاولاني كان بيلعب النادي الاهلي طبعا بشريف اكرامي وباسم علي ومحمد عبد المنعم ومحمد نجيب وصبري رحيل، ونشوف الهجمه وضربه راس ولكن اطول من اللازم على طول، وضربه مرمى لصالح الشباب، احمد ياسر ريان، محاولات لاحمد ياسر ريان، وادي شوفوا بقى الشلهوب او شوفوا فؤاد انور، وشوفوا المحبه وشوفوا الاحترام بين فؤاد انور نجم الثمانينات ونجم كاس العالم اللي احرز هدف جميل وكان زميل لسعيد العويران وصالح النعيمة ويوسف السنيان ويوسف جازع وصلاح المولد ومروان بصاص وهما نجوم الكرة السعودية. ادي الهجمة على طول للنادي الاهلي ولكن ضربة ركنية على طول من ناحية اليمين، نجومنا ايضا في النادي الاهلي نجوم كثيرين على مر التاريخ، في نفس التوقيت بقى كان نجوم النادي الاهلي بقى حدث ولا حرج، بداية من الكابتن محمود الخطيب، الكابتن شريف عبد المنعم، كابتن عادل عبد الرحمن، الكابتن بقى حسن حمدي، كابتن فتحي مبروك، كابتن مصطفى يونس، كابتن مصطفى عبده، كابتن مختار، محمد عامر، يعني نجوم كثيرين عايزين بنحكي ونتحاكى، لو اتكلمنا هنبقى محتاجين وقت كبير، ولكن حتى الان وصلنا للدقيقه 89 من زمن واحداث الشوط الثاني والمباراه، وتقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء في ليله مصريه جميله على اراضي سعوديه، متمثله طبعا في اعتزال نجمنا النهارده فؤاد انور، هو اعتزل من زمان طبعا ولكن جه وقت الاعتزال طبعا صمموا ان هم يعملوا له
مباراة جميلة واختار النادي الأهلي واتكلم بصورة جمالية وصورة جميلة جدا على النادي الأهلي وتأثير النادي الأهلي في الوطن العربي. هو الراجل خد القرار ودعا النادي الأهلي، والنادي الأهلي لبى طبعا الدعوة، وأصبحت مباراة جميلة في ليلة جميلة مصرية سعودية. أدي الاستلام على طول مرة تانية ناحية الشمال للشباب السعودي، وما زال التقدم للنادي الأهلي بهدف للا شيء. الاستلام على طول مرة تانية، ضغط ومحاولات، ولكن على ناحية الشمال صبر رحيل طالع هيستلم، ولكن في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ترك الخضير حكم لقاء النهاردة يصفر صفارته ويعلن مع الكابتن حسام البدري والكابتن فؤاد أنور، هو طبعا نجم المعتزل، بنهاية هذا اللقاء الجميل الممتع بين الأهلي والشباب السعودي وفوز النادي الأهلي بهدف لبكماني في الدقيقة 35 من الشوط الأولاني. بنقول مبروك للنادي الأهلي، وبنقول ألف مبروك طبعا لفؤاد أنور لاستضافته النادي الأهلي، والصورة الجمالية الجميلة للأشقاء بين الكرة المصرية المتمثلة في النادي الأهلي والكرة طبعا السعودية في نجوم الدوري السعودي للشباب. مشاهدينا الكرام نرجو أن نكون قد أمتعناكم، وإلى لقاءات قادمة لكم مني أطيب الأمنيات، وكان معكم محدثكم عادل محمود، فإلى اللقاء مرة أخرى، والميكروفون ينتقل إلى طبعا نجمنا الكابتن محمد فاروق، كابتن شريف عبد المنعم، والكابتن عادل عبد الرحمن، فإليكم الميكروفون.